موجز الأخبار من وكالة يرمي للأنباء يقدمه أسامة بليبليه. يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال مجلس الأمة 18 الذي يضم مجلسي النواب والأعيان غدا بإلقاء خطبة العرش السامي التي يتوقع التطرق فيها لقضايا محلية وإقليمية ودولية. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر رزاز عن نية الوزارة إنشاء 16 مدرسة جديدة بمواصفات عالية الجودة في محافظات الشمال نصفها على الأقل في إربد لتخفيف الضغط الحاصل عليها جراء استقبال لعشرات الآلاف من الطلبة السوريين. استقرت أسعار الذهب على ارتفاع حيث بلغ السعر العالمي للأونصة 1283 دولارا بحسب ما أكد أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان. وقال علان أنه خلال الأسبوعين الماضيين ظهرت بيانات أمريكية تساعد على انخفاض المعدن النفيس، إلا أن التطورات التي تشهدها دول الخليج أدت إلى استقرار الذهب. إلى الأخبار العالمية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن الأدلة التي تثبت تورط رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في قضايا فساد أصبحت قوية بشكل أكبر، لكنها غير كافية حتى الآن لإدانته وتوجيه لائحة اتهام كاملة ضده. قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس أن المملكة العربية السعودية طلبت من الكيان الإسرائيلي ضرب لبنان، مشددا على أن هذه معلومات وليست تحليلا. وتابع في سياق حديثه أن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري محتجزا في السعودية وممنوعا من العودة إلى لبنان. وافق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على بيان مشترك بشأن سوريا بعد حديث مقتضب بينهما خلال قمة أوباك في فيتنام. وفق ما نقلت وكالة أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين الذي أكد أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة بهدف هزيمة تنظيم داعش والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. إلى الأخبار الرياضية، صعد المنتخب الوطني لكرة القدم من تحضيراته وتدريباته المكثفة التي تقام في مدينة بينوم استعدادا لمواجهة كمبوديا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019. انطلقت صباح أمس زمام الأسبوع الثالث من عمر فعاليات دوري أكاديمية عمان لصغار كرة القدم بمشاركة ما يقارب 200 لاعب من مختلف الأعمار موزعين على 16 فريق. وشملت الفعاليات لقاء عددا من الأفرقة الواعدة لخماسي كرة القدم تحت أنظار ذوي وأولياء أمور الطلبة ومتابعين للبطولة التي تختتم فعالياتها بتاريخ 27/11. إلى حالة الطقس، تكون درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها السنوية الاعتيادية والسماء صافية والأجواء لطيفة الحرارة في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية ومناطق البادية ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاهات. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني ramonline.net. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.